فريحة، لمي الغراض جوا كمان، ماشي؟ ماشي ماما. هه، وكمان روحي على السوق واشتري خضرة، أنا بالشقة رقم 5. ماشي. لا تنسي شو قلت؟ فريحة، يا ريت ما تتأخري على الجامعة. رح روح الجامعة؟ أنا قلت لك لا تتأخري يا بنتي. بابا شو؟ وأنا رح أروح، ما رح أطول، رح أرجع بسرعة، ماشي؟ كوراي، أنا راسي رح ينفجر. وأنا كمان راسي رح ينفجر، ومعدتي عم تقلب كمان. من بعد هلأ ما عاد أسهر بقلب الأسبوع أبداً. أمير مو هون ما؟ لا، ميلانو. أحياناً ما بطيئك بالمرة، بتعرف هالشي ما؟ هلا سيف ده ما رح بقى تتركه، بتعمل له قهوة وبتحط له فطور، أكيد بلشت بلعبة المتزوجين. عم تخربطي بين البنات، هديك سالدة وهي سيف ده، هي لعبتها غير. يعني ما في شي ما بتعرفه ما هيك؟ لما بيكونوا هالبنات عم يستنوا مكالمة من أمير، بتكونوا أنتوا عم تحكوا بظهرهم. ما حبيتها منك، ما كل شي مبين من الأول أساسا. بعدين نحنا ولا مرة حكينا عن بنت بغيابها، لا بمنيح ولا بعاطل، نحن مو من هالنوع. ايه بس بما انه امير التقى بحبيبته القديمة اكيد رح يتأخر، ما في داعي نستنى. عالفكرة بتعرفي شو، والله انك عن جد خطيرة كتير. يعني بتعرف الاحتياط واجب. اها امير، شوف يا كرة. لك هذا اشترى سيارة، مبروك شريك. شكرا. يا أخي مو مثل الأولانية، بس هي كمان حلوة كتير، مبروكة. حلال عليك أمير، مبروك إن شاء الله. بس كيف أقنعته لأبوك؟ لحظة، أبو مين حبيبي؟ هي مو من مصاري البابا. لكن من وين دفعت حق السيارة؟ هات لشوف. قرض من البنك. استنى، إذا قرض مساعدات كنت قلنا لنكفلك نحن كمان. ايه وشلون رح تدفع القرض أستاذ؟ أكيد من أبوك، لا تضحك علينا. لا أنا رح أدفعه لآخر قرش. ايه معناتها انتبه لتروح السيارة كمان. هديك الغلطة ما رح تتكرر. ايه وشو صار بهديك؟ التأمينات ما غطتها ما؟ السافل قال إنه رح يغطي الضرر. أي سافل؟ الحرامي؟ ميكانيكي. إذا باع حاله ما بكفي. أبوه قال إنه رح يدفع، وأنا عم بستنى لشوف. لك هالمسكين أبوه، كيف ومن وين رح يجيب لك كل هالمصاري؟ هي ما فهمت. والله زعلت على هالشاب، وأبوه كمان درويش. لما قال لي إنه رح يدفع حسيت إنه ابنه زرق ورح يختنق. لا تزعل مني أمير، بس بالقصة هي 100% الحق عليك أنت. لك كيف بتترك هيك سيارة لناس ما بيحلموا يشوفوها حتى بمنامه، وما بتعطي رقمها؟ لك شو مستني؟ مستني الحرامي يصحى ضميره.
بالمخفر. خبروني انه لقوا صورة سيارتي بجيبته. عظيم عظيم، هالمسكينة تحققت احلامه. شو بيضحك ما؟ فريحة؟ كنت رح اقلك الحمد لله على السلامة، بس طالما انك انت قاعد وعم تتمسخر على المساكين ما رح اقلك. عقبال بقية رفقاتك. راحت عليكي قنبلة كبيرة. شو صار؟ هي فريحة قبل شوي عصبت على أمير وبهدلته قدام الكل. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.